مكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات وقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وعلى الله حج على الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبهذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعث الله صفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وفي بلاد أخرى عامة التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها. وإني في موقف هذا في بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة التفهم حقيقة الدعوة المحمدية وتمسك بها، وقد جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء صلوات الله وسلامه عليه بإخلاص العبادة لله وحده ونبذ عبادة غير الله. جاء بدعوة التوحيد لله تعالى وحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وحده واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماءه وصفاته، ليس كمثله شيء، والسميع العليم. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا حقيقة التوحيد، توحيد ربهم، وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وحده. فإذا أتم لهم ذلك وآمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به من عند الله، وجب عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير، وأن يجتنبوا ما نهت عن الشريعة عنه ما نهت الشريعة عنه. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك. نسأل الله التوفيق، وأن الله ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله على محمد.